ربما يكون أحدها هو حيواننا الثري. الدب المنشوري البني يعيش في المناطق الجبلية من الصين، وتشكل الخنازير البرية طعامه المفضل، لكنه يأكل أيضا الطيور والأسماك والنباتات والعسل، ويحتاج إلى العيش قريبا من الماء. ورغم أنه لا يشرب كثيرا، إلا أنه يحب السباحة كثيرا. أما صغاره فتولد صغيرة جدا ولا تبدو كالدببة قبل أن يمضي شهر على ولادتها. فإذا فقد الدب الصغير أبويه، فإن الدببة الأخرى تتبناه وترعاه. سبحان الله. عاش الدب المنشوري البني في الماضي في اليابان وصولا إلى بريطانيا، لكنه انقرض بسبب صيده في أماكن عدة، وتم اصطياده طمعا في فرائه. وكان يعتقد أيضا بأنه شديد الشراسة، لكنه ليس بهذه الضراوة التي يعتقدها الناس عنه. يستخدم الدب البني كفيه، وبإمكانه إمساك الطعام بمخالبه ووضعه في فمه، لكن الدب البني ليس حيواننا السري.